السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جوله في ليدل باش تشوفوا الجاليات نتاع ليدل. واول حاجه لاحظتها جديده اولا داخلينها جديده هي هاد المكنسه اللي خدامه بالبخار، كتحيد الاوساخ والكالك واي حاجه بالبخار. وعندها بسم تاع الاستعمالات، عندها هادي وعندها هادي. بحال هنايا كتحيد الكالك اللي كاين فوق الروبيني وكتنظف الزجاج بالبخار. زوينة هذه، كنديرو فيها الماء وكتبقى كتسخن. كاين هذه بحال ديك الاوساخ اللي كيبقى بين الزليج والزليج. هذا الثمن ديالو 19 اورو و 49 سنت. وكاين هذه باش كنطفو منها الغبره وحتى الماء اذا كان، فهي يدويه. غادي نشوف كيفاش كتهز. عندها حتى هذه باش كنهزو منها الماء الى تزلع شي ماء. بهذه الطريقه راه خدامه بالحجيرات. هذه الثمن ديالها 13 اورو و 49 سنت. وجابوا حتى المكنسه الكهربائيه نتاع الماركه نتاع بوش كما كتلاحظوا. جابوا فيهم جوج نتاع الالوان، كاين بهذا اللون كاين اللون احمر كتلاحظوا كيفاش كيجي مع هادو. عندو بزاف نتاع الاختيارات في التنظيف. وللثمن ديالو 193 اورو و 98 سنت. وكاينين هاد المنظمات، هذا باش كنديرو في الماريو او كنحطو بهاد الطريقه اي بلاصه تقدروا ديروا فيه الصباط او الملابس. وكاين هادو اللي فيهم جوج في الذكيه باش كنحطوا فيه بحال الكوستيم بحال الملابس نتاع المناسبات او اي ملابس خفنا تقدر يدخل فيه الغبره. هادي كيهز ام وال لاطاي، فيهم حتى الالوان راح تنوع. كاين هاد اللون وهاد اللون، حتى هادا فيه الالوان. وكاين هادو باش كنحطو فيه الأغطية او الملابس نتاع الشتاء كنحطوه في الوقت تاع الصيف او العكس. هذا فيه جوج في الباكية كنحطوه تحت السرير. هاد المنظم فيهم حتى هادو الالوان، كاين فيه حتى هاد اللون. واي حاجة خديتوها من هادو الثمن ديالو 3 اورو و 89 سنت. وكاين هاد البيرو، هذا الشكل ديالو رائع. اللي عجبني فيه كيكون عنده هاد البلاصه كتخرجوها، راه هي كامله هاد البيرو نتاع الحديد. وعندها هنايا هاد الطويل تقدروا ترفعوها في اي اتجاه بغيتوا على حسب الطريقه اللي بغيتوا تخدموا فيه. اما كتحطوها هكا او لا تقدروا ترفعوها، خصوصا الدراري اللي كيقراو او لا الناس اللي خدامين كيحتاجوا ضروري البيرو. هذا الثمن ديالو 87 اورو 72 سنت. وكاينين حتى هاد اللامبه او لا تيش لامبه، هذه خصوصا هذه زوينه البيرو. الاغلبيه هادو كيستعملوهم في البيرو كما داروا هنايا في الصوره، كتعطي الاضاءه زوينه خصوصا في الكتابه او في القراءه، ماشي كتعبد ديك الاضاءه اللي هي خفيفه. تقدروا تستعملوا ثلاثه نتاع الاضاءات حسب الرغبه ديالكم. كاين فيها هذا الشكل وكاين فيها هذا الشكل، وحتى الالوان كتختلف كتختلف لكم هنايا الالوان، تعطي لكم اما الاحمر او الازرق. هي كتشارجا بحال هذه الطريقه تلاحظوا. والثمن ديالها 12 اورو و 66 سنت. وكاينه حتى هاد المكنسه، هادي زوينه الطريقه ديالها. هادي باش كتنطفو الارضيه كديروا هنايا الماء، وعندها هنايا هاد اليد كتبقاو كترشوا الماء من هاد البلاصه فين داروا هنايا وكتنطفو. هادي زوينه خصوصا اللي عندهم الدراري الصغارين، الى زلعوا شي حاجه
وشي حاجه خفيفه وبغيتو بلا ما تبقاو تجبدوا السطل والشفاف وتبقاو كترونو بهذه عمليه شي حاجه، او لا طاحت لكم شي حاجه خفيفه في الكوزينه زوينه هذه، حيت اصلا راهي عندي في الدار وعاونتني بزاف، حيت كان داكشي علاش كنهضر لكم عن التجربه ديالي الشخصيه. والثمن ديالها 24 اورو و36 سنت. وكاينه هذه خاصه نتاع القنيجات، كتحطوا هنايا القنيجه ديالكم، وهذا راه هو كيتنفخ من هاد البلاصه وكيعطي الحراره، راه هو كيصلح القنيجه غير بهذه الطريقه وصافي. كتحطوها هنايا لداخل وكتشعلوا منا درجه تاع الحراره اللي بغيتو فين بغيتو توصل، يكون هنايا منا وكتصلح لكم فاش كتجي. تقدروا ديروا على حسب الطول نتاع الحاجه، بحال التيشيرت بحال القميجه منا راهي كتهبط وكتطلع. والثمن ديالها 48 اورو 73 سنت. وكاينه حتى هاد المكنسه، هذه راهي معروفه المكنسه الكهربائيه اللي هي خدامه غير عن بعد، ما كتلاحظوا كتبقى كتنظف. راهي كاينه في ليدل، كيفاش كيجي معها، كيجي معها حتى لي كوموند واي حاجه بغيتوها على حساب. الثمن ديالها 193 اورو و98 سنت. وكاينين هادو راه هو سيت فيه ثلاثه في الباكيه من الكبير حتى للصغير. كاين هذا اللي كيهز 3 لتر 2 لتر حتى لتر، هادو فيهم الالياف، كتقدروا ديروا فيهم السلطه كما داروا هنايا او اي حاجه بحال الياغورت بحال الدلاع، هادو تقدروا تهزوا معكم في الرحلات. فيهم الالوان قلت لكم الاخضر الازرق والاصفر. الثمن ديالو 7 اورو و79 سنت. وكاينه حتى هاد القرعه، راه هي هذه تاع الدجاج وفيها هذه هنايا منا اللي كتهز الليتر، هذه كتصلح بحال هاد الطريقه. دابا راكم عارفين الصيف كيكون سخون بحال، كديروا هنايا الثلج منا باش داك الماء كيشد داك البروديه من الثلج كتلاحظوا. والثمن ديالها 9 اورو و74 سنت. وكاينين حتى هاد الطبيصلات، هادو نتاع بلاستيك، كاين اللون الازرق واللون الاصفر، كاين هنايا هاد هاد المعالق باش كنهجزو بينها الشلاضه، هادو زوينين للرحلات ولا في البحر. كاينين هادو زلايف نفس الالوان، هادو الثمن ديالهم 77 سنت. وكاينين حتى هاد القراعي نتاع الماء، فيهم الالوان، كاين ازرق كاين بيستاش كاين ليلى. شوف هادو شحال كيهزو نتاع الماء، راهو مكتوب هنايا كيهزو 700 مليلتر والثمن ديالهم اورو 94 سنت. وكاينه حتى هاد الصبوره، هادي الصبوره اللي هي نتاع القلم ماشي نتاع الطباشير، كيجي معاه القلم والمساحة وكيجي معاهم هادو بالثمن ديالها 17 اورو 53 سنت. وكاينين لاحظت هنايا جابوا بزاف الاشياء نتاع المدرسه، كاين هاد المحفظه هادي نتاع البنيتات اللي كتهز كيلو، وكاينه هادي نتاع الدراري الشكل، والثمن ديالهم 48 اورو 72 سنت. وكاين هادو هاد الاضواء اللي خدامه بالطاقه الشمسيه، كاينه هاد الشكل، كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه حتى هاد الشكل اللي الثمن ديالو 4 اورو 86 سنت. وكاين هاد السلات اللي كنحطو فيه الملابس اللي هي كتبقى متسخه، راه هو تاع بلاستيك عنده الغطاء ديالو كيجي بحال هاد الطريقه، كيتفتح بحال هاد الطريقه. كاين اللون الابيض وكاين اللون الاسود، هادو زوينين خصوصا
الملابس المتسخه ملي كتكون بحال الفوط اللي كيكونوا شويه فازقين ما كيديرش ديك الهموليه، ولكن هادوك اللي كيكونوا نتاع الثوب صراحه خايبين، ماشي بحال البلاستيك كيبقى كيدير ديك الهموليه. هذا كيهز حتى ل 53 لتر، والثمن ديالو 7 أورو 79 سنت. وكاينين هاد الصنادق هادو، واش كيتفتحوا؟ كيتفتحوا بحال الطريقة، راه كاين واحد مفتوح كيجي بحال هاد الطريقة، وفيه الألوان، كاين الأزرق مع الأسود، وكاين الكري هنايا. هادو هما الألوان اللي فيهم، الثمن ديالو 2 أورو 91 سنت. وكاين هذا باش كنحطو فيه النفايات أو الأسباب، كيجي بهذه الطريقة، فيه اللون الكري واللون الأسود، راه غير مسدود منه، راه غادي تقدرو تفتحو بهذه الطريقة كيبقى كيدور. هذا هو اللون الأسود، الثمن ديالو 6 أورو 81 سنت. وكاينين هادو باش كنحطوهم في الزجاج، كيجي بحال هاد الطريقه، غادي نوري لكم باش تكون الصوره واضحه، خصوصا الا عندكم شي نافذه فيها الزجاج كتبين شي حاجه وما بغيتوهاش تبين لكم على برا كديروها، كتجي بحال هاد الطريقه، وكيكون فيها الاشكال، كيكون فيها بحال هاد الشكل، بحال هذا اللي راه هو ما كيبينش هنايا، كيكون شفاف هنايا من بهذه البلاصه، وكتقدروا ديروه حتى في الباب نتاع الدوش باش ما غاديش يبين لكم، اي بلاصه بغيتو يكون فيها بحال هكا الاشكال، هنايا كيبان ليا واضح، اما هكا اما هكا او لا يكون فيها هذا الشيء. والثمن ديالهم 7 أورو 9. وكاينين هادو، كاين هذا باش كنهزو منو الغبرة، كنطفو بيه الغبرة، كاين هذا باش كنسيقو بيه، كاين حتى هاد الحديدة ديالو، هذا كاين هذا باش كنمسحو بيه الجاج نتاع النافذة، هذا وكاينه حتى الشطابة، كنوري لكم هادي اللي هما فرديين، كاينين هادو، كاينين حتى هادو. كيجي فيه جوج، كاين هذا وكاين هذا في الباكية. اي حاجة خديتوها من هنا، الثمن ديالهم 2 أورو 43 سنت. كاين هاد الكرسي، هذا راه هو كيتطوى، كيتس حتى 150 كيلو، كيتطوى بحال هاد الطريقة وكيتفتح بحال هاد الطريقة، خصوصا هادو زوينين الى الكوزينه او لا فشي بلاصه عندكم شي خزانه بعيده، هذا راه هو عملي بزاف، والثمن ديالو 6 أورو 81 سنت. وكاين حتى هاد العلاقات تاع الملابس اللي في الباكيه، فيهم 10 وفيهم الالوان، كاين هاد اللون الابيض وكاين اللون الاسود، هادو راهم من تاع بلاستيك، الثمن ديالهم 2 أورو 91 سنت. كاينين هادو، كاين هاد السلة نتاع المقابط وفيه المقابط لداخل، كاين هاد الباكية اللي فيها 100 نتاع المقابط على الألوان، وكاين هنايا هاد الخيط اللي باش كنشرو به الملابس. هادو أي واحد خديتو هذا أو لا هذا أو لا هذا، الثمن ديالو 2 أورو 72 سنت. وجابوا حتى هادو باش كنشرو فيه الملابس، الاغلبيه اليوم جابوا الاشياء خاصه تاع التنظيف تاع المصلوح، اي حاجه عندها علاقه بالملابس. كاين هادي للثمن ديالها 7 أورو 79 سنت. وكاين هاد الصنادق، هادو اللي عندهم روايح، هادو كيجيو رقاقين، كنديرو فيهم اغلبيه الملابس او الاغطيه، كنحطوه تحت الناموسيه، اللي عندكم الناموسيه شويه طويله هادي كيصلح بزاف، وفيه الالوان، كاين الابيض والازرق الفاتح. هادو الثمن ديالهم 9 أورو 1 سنت.